السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد العرض جديد كيتواجد في مدينه حد سوالم قرب من الشوايه من قرب من جميع المرافق الضروريه. كنتواجد في 86 مترو مع 3 غرف، مطبخ، 2 الحمامات، الصالون والسيجور. في الطابق الاول الثمن جد جد مناسب تبارك الله ما شاء الله. عندك الرخام في الدروج بعدا، يا سلام. كل إطاج عندك شقة موبل اير بليس 3، الباب ديال الشقة اللي هو هذا، الباب سيكيريتي، الباب ديال تركيا. ونفاس معنا كنلقاو الصالون تبارك الله ما شاء الله. الدار مشمشة 100%، كلها بالصبغة ديال الخيال. على اليسار كنلقاو الحمام الرئيسي اللي هو هذا، حتى الاخر نشوفوه. هنا كنلقاو السيجور، بالنسبة للطبق الأرضي 55 مليون قابل للتفاوت، راه سوف غادي نحطوه ان شاء الله. بالنسبة لهذا الطبق الأول الثمن ديالو ديال 57 مليون وقابل للنقاش وقابل للتفاوت. الغرفة النوم الأولى هي هادي، عندك 7 مليون ديال الدعم. جليس 60، تبارك الله ما شاء الله. خدمة نقية وخدمة ممتازة. عندك الليد اللي سبوس في البلافو في السيجور. عندك السريج ما غادي نضويها السيجور هنايا، كيشوف فيها كور. بالنسبة للدوزيام 56 مليون قابل للتفاوت. بالنسبة للتروازيام 53 مليون قابل للتفاوت. المول مازال كيتوفر كومبلي. غرفة النوم الثانية هي هذه، عندك أبواب ديال عوتشان. هنايا غادي نشوفو نلقاو إن شاء الله المطبخ. اللي كيشوف في الواجهة هاد الشقة حاليا كتبعد على مدينة الدار البيضاء 24 دقيقة. دار بوعزة طماريس سيد رحال 10 ديال الدقايق. المطبخ بالباركو ديالو، عندك الليد في البلافو، القبص راه سامبل. عندك بلاصة الثلاجة، بلاصة ماكية الصابون، ماكية الموال، الكاستري، لي هوت. صراحة خدمة نقية. عندك الباركو بلاش شوفو، عندك نفس السيكو الرخامي. الثمن ديال البروميال ديال 57 مليون قابل للتفاوت وقابل للنقاش في حدود المعقول. غرفة النوم عندك الباركو وعندك الدوش، السانيتي الروكا،
هنا عندك البلاكار بلاص تي في، الثمن ديال الدوزيام 56 مليون قابل للنقاش، الثروازيام 53 مليون قابل للنقاش. بالنسبة للطبق الأرضي 55 مليون قابل للنقاش. حاليا دابا غادي نشوفو الصالون، غادي نشوفو الحمام الرئيسي ديال الضياف. الصالون تبارك الله ما شاء الله نجا كبير، مخدومتو بالصباغة ديال الخيال. صراحة تبارك الله ما شاء الله خدمة نقية، وعندك 7 مليون ديال الدعم. الصالون هذا اللي جا كبير، عندك بلاص تي في، غادي نشوفو الحمام. الحمام الرئيسي اللي هو هذا، قالك تسيباري دوش بالجاج، عندك الباسك المرايه ديالو، تابع معايا الفيديو حتى الاخر، غادي نوريك الدروج. تبارك الله ما شاء الله، نوريك المدخل ديال العماره. الدروج عندك رخام وجليش، المدخل اللي هو هذا، وحدك في الطابق. أناكم الله، أحبكم بالله، الله يسخر الجميع.